بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على جميع الأنحاء، وفي نشاط للرياح على السواحل الغربية والصحراء الغربية، هتكون مثيرة للرمال والأتربة، وفي توقعات بفرص ضعيفة لأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم في استمرار لارتفاع درجات الحرارة اللي بنشهده منذ عدة ايام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيد توصل ل 43 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس خلال فترات النهار بالاجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية، أجواء شديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد داخل الفترات النهار مع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة، لكن كمان الصغرى فترة الليل بدأت ترتفع وتكون ما بين 23 ل 22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى. فأجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، وتحديدا في الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وسواحلنا الشمالية الغربية، ونشاط الرياح ده هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة، وارد يؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. كمان اليوم متوقع أن يكون معنا فرص أمطار، والأمطار دي هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، مطروح والإسكندرية، محافظات شمال الوجه البحري. أيضا الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة ممكن تكون كمان رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، جنوب الصعيد. كمان الأمطار هتمتد للمناطق الداخلية، يعني هتكون في فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بعض المناطق كمان من مدن القناة، وقد تصل كمان لمناطق من شمال الصعيد. فاحنا عندنا أمطار في أغلب مناطق الجمهورية، لكن الأمطار كميتها بتختلف من منطقة لمنطقة، وهتكون على فترات متقطعة من اليوم، لكن إن شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. يمكن اليوم بنشهد بعض التقلبات، متوقع استمرار التقلبات دي لغدا، يمكن كمان متوقعين غدا السبت يكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة وتوصل العظمى على القاهرة الكبرى ل 35-36 درجة مئوية فترة النهار. فبالتالي هننصح كل السادة المواطنين بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، بقدر الإمكان الفترة دي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية وإحنا خارجين يفضل ارتداء الكمامات اليوم وغدا، وخاصة في المناطق اللي هيكون فيها أتربة ورمال مصاص. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 33-21، اسكندرية 30-21، العلمين الجديدة 27-18، مطروح 26-17، دمياط 26-19، بورسعيد 25-18، الإسماعيلية 33-19، السويس 33-20، العريش 26-18، كاترين 31-13، وطابة 34-20، حلايب 32-24، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 37-26، والغردقة 37-26. نروح للفيوم للعظمى فيها 34 والصغرى 22، بني سويف 36-22، الوادي الجديد 41-27، أسيوط 37-23، سوهاج 39-23، قنا 41-25، الأقصر 42-27، وأخيرا أسوان 43 والصغرى 27. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. وناخد بالنا أن في رياح مثيرة للرمال والأتربة، مرضى الحساسية يا ريت يرتدوا النهاردة وبكرة الكمامات. مرة تانية نروح لأحمد وبسنت نكمل معهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول للدكتور منار طلبه.